عامل ايه؟ مش محمد، افتكرت حضرتك. عامل ايه يا استاذ محمد؟ امسك بقى خد دول. من حضرتك بتوع ايه دول؟ ايه ده، انت مش فاكر؟ بقول لك ايه، جبت لنا عكازين؟ عكازين ايه يا عم اللي انت كل شويه تقول لي عليهم دول؟ معيش فلوس يا محمد. ما انت كل شهر تقول لي هجيبهم لك وتضحك عليا. طب يا عم اخرج مع اصحابي. يا عم انت لو راجل دلوقتي بجهز نفسي، روح اجيب لك عكازين بالشيل الفلاني. في ايه يا عم تقعد في بيتك؟ معلش يا باشا، معلش. في ايه برضه؟ ابويا يا عم انت مالك، انت مش شغال زبال هنا بالشهريه؟ مالكش غير فلوسك؟ ما تفتحش بقك بدل ما مالكش فلوس عندي. لو حضرتك ما حسبتليش اساسا، خدي الشهريه بتاعتك يا حبيبي. ماشي، بعد كده ما تدخلش في اللي مالكش فيه. انا اسف على الزحمه. ماشي، خد يا حبيبي وانت اطلع اقعد فوق. استاذ محمد اتفضل. ايه دول؟ دول العكازين اللي حضرتك كنت عايزهم من اخوك على ما اديني الشهريه ورحت جبتهم لحضرتك. طب انت ذنبك ايه دول؟ والله يعني عارف، من لا يرحم لا يرحم، والواحد كده لما بيعمل خير لله ربنا بيرد له في الدنيا وفي الاخره. يعني جميلك ده انا مش هنساه ابدا. ما فيش اي حاجه والله، احنا خاطر محمد ربنا يكفيك شر المغرب. انا هكلمك يا رب. طب خليهم مع حضرتك يا استاذ محمد. والله ماشي يا استاذ محمد، مع السلامه.